كعادته الجمهور الجزائري في الموعد كلما تعلق الأمر بالصالون الدولي للكتاب، لكن الموعد لا يشكل فرصة لاقتناء الكتب فقط، بل هو مساحة للفضاءات الفكرية التي يوفرها الصالون. قاعة المحاضرة الكبرى مثال حي أين تعود ذاكرة الزائر لتغوص في عمق تاريخ ثورة الجزائر ومواضيع تعنى بضيف الشرف قطر وقضايا أخرى تناقش فيها. تشرفت طبعاً أنا بالمشاركة في هذا الصالون الدولي، وذلك من خلال الندوة اللي طرحنا فيها الحركة الثقافية بشكل عام في دولة قطر والحركة المسرحية بشكل خاص. كان يهمني أن أحضر إلى قاعة المحاضرات، حيث وجدت محاضرة بعنوان النصوص التأسيسية للثورة التحريرية، وأعتقد أن هذه المواضيع هي من المواضيع المهمة جدا. فلسطين التي لا تغيب كتبها عن رفوف الصالون حاضرة هي الأخرى في هذه الفضاءات التي تناقش فيها جرائم الإبادة والسكوت الدولي الرهيب. لقد لاحظنا الانحياز الأعمى للسردية الغربية التي جعلت من نقد الكيان الصهيوني طابو أو جريرة أخلاقية تهوي بصاحبها إلى دركات الخطيئة. بالنسبة لفضاء فلسطين يعني حاجة مشرفة، حاجة طيبة، خصو فلسطين فضاء باش تكون فيه كلمة للأساتذة، لبعض الأساتذة والدكاترة يعني حول ما قدموا في مؤلفاتهم يعني وكتبهم. للبعد الإفريقي مكانة خاصة في الصالون، وبشكل يومي تمنح للكتاب مساحة لطرح أفكارهم وانشغالاتهم. عندما نتكلم عن إفريقيا لابد أن نتكلم عن بوابة إفريقيا. بوابة إفريقيا كانت ولا تزال الجزائر هي أكبر بوابة وأهم بوابة يمكن للغير إفريقي أن يلج من خلالها إلى إفريقيا. من الجميل أن المنظمين قد خصصوا فضاء خاصا بالدولة الإفريقية، لأن الجزائر جزء من الدولة الإفريقية وتنتمي لها ولديها روابط قديمة مع الدول مع القارة الإفريقية، لذلك لا يجب أن نتغاضى عن هذا الشيء. هو هكذا صالون الجزائر الدولي للكتاب يكتظ بالزائرين ويعج بعشاق الفكر والأدب والنقاشات الأكاديمية.